بعالمنا الحديث الحريات محدودة، وقد ايه حلو انه يقدر الشخص يشعر بالحرية المطلقة بالقليل بعمله. ضيفتنا هلا مشاهدينا هي من هالاشخاص المحظوظين، هي فنانة تشكيلية بترسم مواضيع كثيرة من خيالها، واللي بيستوحي من خياله اكيد بتعرفوا عنده مساحة تعبير ما لها حدود. رح نتعرف عليها وعلى اسلوبها بالرسم. فتات بهمد، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، شرفتينا باستوديواتنا. حبيت اليوم اجمع بين فن الرسم والحريات، لانه الفن هو من المهن القليله اللي بتخلي صاحبها يشعر بالفعل بالحريه المطلقه. شو اللي جذبك انت لهالفن فتات؟ هي بتبلش مع الواحد هوايه، يعني من انا وصغيره بحب كثير ارسم، ويمكن شفت هيك حوالي كمان ناس بترسم، فحبيت الشغله وفتت على معهد الفنون وعملت دراسة أكاديمية وهيك فتت على المجال. يعني اكتشفتي هالموهبة عندك من الطفولة من صغري؟ ايه، من أنا وصغيرة برسم كتير، يعني يعني أكيد أنه بعمر شوي أكتر يعني بلشت حس أنه خلص هيدا حيكون اختصاصي، فبعدين يعني دراستي كانت اكيد هل تابعتي بخطوات حدا من العائله؟ يعني هل كان في جو الفن موجود عندكم؟ مش بالضروره رسم، فنون اخرى؟ لا، عندنا جو فن رسم حتى يعني، بس انه ما كان حدا يعني اخذ الشغله كاختصاص له يعني او احتراف، كانت هوايه يعني. فعندنا كثير بالعائله بيشتغلوا شيء هيك يعني. يعني هوايه انت اكتشفتيها بذاتك وحبيتي تنميها؟ يعني اكيد هن شجعوني كمان اللي حوالي اللي كانوا عم بيشوفوني. قد كان عمرك تقريبا لما بلشتي ترسمي؟ وشو الاشياء اللي ولد صغير مثلا او بنت صغيره بتحب ترسمها؟ يعني عاده بتختلف الشغله بين البنات وبين الصبيان هن وصغار، يعني انا شوي عم بحكي لانه عندي تجربه بتعليم الرسم كمان مع الاولاد. ف يعني عاده حتى بكل مرحله بيختلف شو بحب يرسم الواحد، فبتحسي انه هن وصغار بحبوا يرسموا بيت، اشخاص، بنات، الاشياء اللي حواليهم، فهيك عاده بيكون الشغل. فتاة بهمد شو كانت ترسم هي وصغيره؟ بحمد شو كانت ترسم هي وصغيره؟ اكيد كنت ارسم مثل كل الاولاد يعني، يعني هذا شيء يعني من يعني عادة بيكون مع الأولاد بعمرهم خلص يعني ما عند الكل موجود، يعني مش أنه ولد بيرسم بشي غير التاني. بس يمكن أنا وصغيري ما كتير متذكرة شو كنت أرسم بالضبط. يمكن كانوا ينهملوا، لأنه كل الأولاد كانوا بيحبوا الرسم يعني من الطبيعي، الولد بياخدها كلعبة يعني بيرسم وبيتركها بعدين بينسى شو كان يرسم. بس عندي من مرحلة يعني باقي عندي شغل بمرحلة، يعني كنت ارسم اشياء انقلها عن اشياء كرتون وشغلات هيك، يعني انه هول اللي بعدهم عندي ومتذكرتهم، بس قبل مثل كل اولادي بيرسموا وبيتركوا الرسم يعني. هل كان في شخص معين له دور او لعب دور باكتشاف موهبتك بالرسم؟ كان بالمدرسة او بالبيت او من المقربين؟ لا، يمكن انا يمكن غريب الشغلة انه انا بالمدرسة ما اخذ ولا مرة شيء رسم، يعني كانت الشغله هيك عندي لحالها، يعني انه بس انا كنت شوف حدا بيشتغل رسم، فعمي يعني كثير كان قريب اكثر شيء لي، فهو اللي كان يشتغل قدامي رسم، وهو اللي كان يجيب لي اغراض بالاول لاشتغل ورسمات ارسم عنا، فهيك بلشت الشغله يعني. درستي الرسم وحصلتي على شهاده بالرسم من معهد الفنون الجميله بالجامعه اللبنانيه؟ اي، عندي دبلوم رسم وتصوير من الجامعه اللبنانيه. بوقتها كنت مقرره على الرسم كمهنه لإلك فتاة؟ يعني هلا هو الرسم يعني اكيد ما حيكون، انا لما رحت على الرسم رحت لانه خلص انا بدي الفن، يعني ما عدت فالف يعني عم فكر انا شو حيصير بعدين لما اخلص اختصاص او شيء، انه انا رايحه كرمال انا يعني. هون قررتي تتحولي من هاويه لمحترفه بهالفن؟ اي، يعني ما كنت عم كثير مفكر انا شو رح اعمل بس خلص جامعه او شيء، انه خلص انا رايحه بدي اعمل شغفك يعني، شغفك اللي دلك يعني على هالطريق. خلص من انا وتقريبا بالبروفيس تقول خلص انا حاعمل فن، يعني ما عدت فكرت حتى بشيء ثاني ابدا يعني. ايمتى بلشتي تعرضي اعمالك وتشاركي بمعارض؟ انا بعد الجامعه بفتره، يعني بعد اشتغلت فتره يعني جربت اشياء كثير واشتغلت فتره، طولت شوي لعرضت انا كثير عم بعرض كثير كانت، فعرضت اول معرض من فتره اول معرض لي كان بال 2004. اي، من فتره طويله. نعم، بعدين عملت شغل شاركت بمعارض جماعيه وهلا حاليا عم بلشنا نشوف اعمالك فتاة على الشاشه. شو المواضيع اللي بتحبي ترسميها وهل بتختلف او اختلفت عبر السنين؟ ما كثير اختلفت لانه انا على طول بروح يعني بحب ارسم الطبيعه مباشره اكثر موضوع بشتغل عليه هو الطبيعه، فعاده بطلع على الطبيعه برسم مباشر عن الطبيعه،
فكل شغلي تقريبا كان طبيعي. يعني ركزتي على الطبيعة والبيئة؟ بحب الطبيعة والمشاهد الداخلية بالبيت، يعني الأشياء اللي أنا بشوفها ومعودة عليها بحب هيك أرسم الأشياء تكون هيك، يعني أنا عم بشتغل علاقة مباشرة معها. يعني هول من أعمالك الجديدة؟ إيه هول الأعمال المعروضين بالمعرض الجديد هلأ. نعم بجاليري أجوان. حلو كتير. استعمالك للألوان مميز. أنا كتير يعني أنا أصلاً بعتبر حالي ملونة من رسامي. نعم. يعني كتير بحب أشتغل على مجموعات الألوان ودرجاتها. يعني حتى تجاربه هي بالألوان منع كرسم وأفكار يعني أكثر مما هي ألوان. يعني متأثرة بفنان كبير معين فتات؟ أنا بجرب يعني أشوف كل الناس. فان جو يعني بركي؟ يمكن فان جوغ لأن رسم الطبيعة وألوان كتير شوي. نعم. لأنه عندي شوي شغل بتعبيرية شوي مثل فان جوغ يمكن. هل في وقت معين لإلك للرسم؟ هل لازم تكوني بمزاج معين، بمكان معين، بإطار معين؟ هلا أنا عادة بطلع على الطبيعة، يعني باخذ أغراضي وبروح على الطبيعة برسم مباشرة بالطبيعة. بالطبيعة إيه، بس إنه وقت محدد ما بعرف أمتى يعني هيك بحس إنه أنا بدي أرسم، يعني مش على طول إذا أنا عندي وقت بقدر أرسم. يعني ما في وقت محدود لإلك للرسم؟ لا بحس بدي ارسم فبحط اغراضي وبظهر على الطبيعه وببلش لون مثل ما شايفه. لازم تكوني موجوده بالجو اللي انت او المشهد اللي انت بدك ترسميه، او ممكن تستوحي من كتاب، من صوره بكتاب بمجله. عادة ما بعمل هيك، يعني بفضل اطلع اشوف الطبيعه قدامي بشكل مباشر، بحب اشوف الضوء كيف عم يتغير، الالوان، شوف الاشياء هيك يعني بشكل مباشر. حتى زياده يعني انا برسم بمطرح بجنينه البيت، يعني بطرح انا زارع الوردات وشايفتهم كيف بيكبروا وبيتغيروا، فبحس هيك بيعنوا لي اكثر ما انا ارسم من كتاب مشهد ما بعرف وينه ولا بعرف شيء عنه. يعني فتاة، في رسامين ما درسوا الرسم وبيعتبروها موهبة بتجي بالفطرة، هل بتوافقيهم الرأي؟ بحس أنا إنه الدراسة الأكاديمية بتفيد، يعني قد ما واحد قدر هو كان عنده موهبة لحاله في شيء بياخده من الدراسة الأكاديمية. قد إيه مهمة الدراسة لا تنمية الموهبة؟ وأكيد لازم يكون في موهبة كبداية. يعني أكيد إن هي الدراسة بتخلي الواحد إن في شيء هو ما بيعرفه يعني وما بيقدر يعرفه لحاله، بالدراسة بجربها وبشوفها، بشوف الفنانين كيف اشتغلوا، التجارب غيره، بشوف يعني بجرب المواد كلها، مواضيع بيرسم مع كثير مواضيع، بكون عم يشتغل مع مجموعة كمان بعد الشغلة منيحة. نعم. أول معرض لإلك كان بال 2004 وضم مجموعة من أعمالك الأولى، شو كمان كانت كلها مركزة على الطبيعة؟ كانت طبيعة بس كان في قسم منها طبيعة بحرية، يعني كنت عم برسم بمطرح فيه بحر، وكانت في شيء مشاهد بالبيت أكثر، بهذا المعرض أكثر طبيعة بالجبل، يعني ورد وطبيعة وشيء هيك يعني. بس إنه أنا على طول هذه الأجواء اللي بشتغل فيها. نعم. يعني عبر سنين تقدمت لك الفرصة حتى تقدمي أو تعرضي أعمالك بالخارج بإطارات مختلفة، خبرينا شوي عن هالموضوع. أنا كان عندي تجربة هي كانت ضمن سيمينار تربوي. نعم. مع مدارس بفرنسا وألمانيا. بهذا المشروع كان يعني مشترك بين مدارس من 3 بلدان، فرنسا وألمانيا ولبنان، كنا عم نشتغل ضمن جروبات، كان لازم التلاميذ يتعرفوا على بعض من خلال الفن التشكيلي. فاشتغلنا شغل كان بروجيات فنية، كنا نعمل شيء مشان التلاميذ اللي بالمدارس اللي برا يعرفوا شو في عنا عادات، تقاليد، شخصيات مشهورة بلبنان، شو في عنا أنواع أكل، نحن نعرفهم عليها من خلال الفن التشكيلي، وهن نفس الشيء يبعتولنا. وضمن هذا المشروع عملنا معارض، كان في 3 معارض، معرض بلبنان، ومعرض بفرنسا، ومعرض بألمانيا. جو الفن بهالعواصم إن كان ببرلين أو بباريس قد إيه بيختلف عن جو الفن بلبنان؟ كتير بيختلف، يعني يمكن هونيك الناس معودة بتروح على المتاحف بتشوف الشغل. نعم. يعني احنا كنا نشوف التلاميذ بتروح بتعمل درس، هي جزء من حياتهم اليومية إذا بدك، يعني زيارة على المعرض. صح، يعني بتشوفي حتى الفن عندهم بالشارع، بالطريق، الجاليريات، بكل الأماكن. أنا كنت شوف التلاميذ عم بيروحوا يعملوا درس الفن بالمتحف مثلا، عم بشوف اللوحة الأساسية لفنان، يعني إنه هيدي الشغلة كتير مهمة. يعني إحنا هون قد ما اشتغلنا مع وين بتشعري إنه بتقدري تكملي طموحك كرسامة أكتر، هون أو بهالبلدين؟
على هو كطموح اذا واحد انا بعرف الجواب بس اكيد بدي اكون برا بس انا بحب ارسم هون يعني بحس هيدا مطرحه يعني انا هون بدي اشتغل يعني بس انه ايه بحس انه هونيك بيقدر يوصل واحد في مجال يوصل اكثر يعني. وين بيقدروا فن الرسم اكثر اي بلد قصدي بين هون وبين دول الخارج اللي زرتيها لا دول الخارج اكيد هلا هون اكيد يعني ما بدي انا اقول انه مش لانه بركي ثقافه يعني. الفن هالقد موجوده بحضارتهم اي يعني هونيك انا كنت شوف يعني اذا انا عم بشتغل مع ولد رسم صغير يعني يشوفوها شيء كثير يعني او انجاز اي انجاز هون لا ما فيها الاهتمام يعني للأسف. ولكن نتأمل أنه نغير هالشي بفضل أعمالك وأعمال غيرك من الفنانين التشكيليين. فتات بال2006 أخذت قرار كمان مصيري أخر قرار باتجاه آخر رجعت على الجامعة وحصلت على شهادة بالتربية. ليش هالقرار؟ أنا لأنه عندي كمان تجربة بالتعليم كمان يعني تجربة طويلة بالتربية الفنية فعملت ماستر بالتربية الفنية بالتحديد يعني قلت بستفيد من خبرتي بالمجالين فعملت شي دراسة كانت شوي هيك بتجمع الاثنين مع بعضهم فكان البحث اللي أنا عملته عن رسومات الأطفال حتى وعن علاقتهم برسومات الفنانين الراشدين يعني فكانت التجربة هيك يعني حتى مع فنانين فكانت هي تربوية فنية يعني قدرت تجمع بين المجالين فن الرسم والتربية ومن خلال هالمجالين عم بتقدمي خبرتك للتلاميذ من خلال التعليم عم جرب قد ما بقدر يعني أساعدهم بهالشغل صعب تعلمي أولاد صغار هالفن خاصة إذا لاحظتي ما عندهم هالموهبة صعب كتير الشغل مع الولاد لأنه بيكون كل ولد حالته غير عن التاني يعني بس لأنه هي شغلة كتير بحبوها فحلو هن مبدعين يعني يعني أنا أصلاً لما بلشت دراستي بالجامعة كانت يعني لما انطلقت فيها كانت من شيء قايله بيكاسو عن رسمات الولاد إنه بيقول هو عم بشوف معرض بآخر أيامه يعني هو عمره بالثمانينات قال إنه أنا تعلمت أرسم هلأ لعرفت أرسم لتعلمت كيف ارسم لما شاف رسمات الاولاد يعني انه انا قضيت عمري كله عم برسم لصرت مثلهم يعني فانه شغله كثير بتخلي الواحد كان في تواضع عند هالفنان خلينا نحكي شوي فتاة عن اسلوبك بالرسم اذا طلبت منك تلقي نظره عن بعيد او عن قريب على كل اعمالك اللي قدمتيها عبر السنين كيف بتوصفي اسلوبك هلا كيف وصار اسلوبي أنا بحس هلا عامة إذا طلبت منك تعرفيني عن أعمال فتاة بحمد أنا أكيد يعني بلشت دراسة أكاديمية كانت كتير فيها دراسة لنسب وضو وظل ونور يعني عادي مثل كل ما كل اللي ببلشوا بس أنا شوي رح كنت ميالة شوي للانطباعيين يعني لأنه بطلع يعني مثلهم بطلع على الطبيعة وبرسم مباشرة وبشوف الضو كيف عم يتأخر في كتير تفاؤل بلوحاتك هل أنت شخص متفائل بالحياة؟ كتير متفائلة أكيد يعني مش يعني ألوان فرحة ألوان صاخبة وكأنه في صرخة بكل عمل بحب يعني أنه أحلى شيء واحد بيقدمه للناس أنه يشوفوا شيء خليهم يكونوا فرحين يعني أنه بالنهاية يعني بهذا الزمن أحلى شيء واحد يشوف شيء حلو يعني فبحب هيك الألوان كتير ويمكن لأنه عم برسم بالطبيعة حلوة مثل كل الطبيعة بلبنان يعني أنا المنطقة اللي بشتغل فيها بشتغل فيها كتير فيها ورد منوع وألوان حلوة فبستفيد منها يعني أعمالي كلها بتبرز أو بتجسد مشاهد من لبنان من الطبيعة اللبنانية تقريباً أي كلها يعني برسم مباشر عنا الرسام كيف بيتطور مع مرور السنين فتاة بدو يشتغل يعني أنا بشتغل بجرب قد ما في أشتغل يعني فهي التجربة هي اللي بتخليه يتطور يعني وبده يشوف ويتابع يعني قد ما بيقدر يشوف تجارب غيره كمان بيستفيد يعني. هل أعمالك يمكن بتتغير مع المراحل اللي بتتغير بحياتك؟ أكيد يعني بالنهاية إنه أنا لما عم برسم عم عبر عن أنا شو حاسة وعن تجاربي والعاطفية والروحية وكل شيء يعني كل مشاعري وأحاسيسي عم تكون هي باللون اللي أنا عم عبر فيه فأكيد يعني بده ينعكس تجاربي عليهم في فنانين اليوم وهن كتار بيعتبروا إنه الفن هو رسالة فن الرسم له رسالة هل أنت عندك رسالة بفنك؟ يعني أنا عم بجرب أعبر أنا شو حاسة بالأول بعدين إذا أنا بقدر وصل خلي الناس يكونوا عم بشوفوا شغلي ويستمتعوا فيه يعني ويرتاحوا
ويلاقوه حلو وفي فرح. بفتكر هذه الرسالة اللي بحب أوصلها. يعني بالبداية وخلال حديثنا شفنا صور عن لوحاتك الجديدة اللي عم تعرضيهم حاليا بالمعرض الفردي الثاني لإلك بجاليري أرجوان. أيه. خبرينا عن هالعمل وهل عن هالجاليري بالذات. بعرف هي جاليري جديدة. هي جاليري جديدة صار لهم بلشين شي 5 أشهر تقريبا. مدام ليلى كبة المسؤولة بالجاليري هي فنانة عراقية. نعم. فعندهم تجربة صار يعني عندهم 3-4 معارض صاروا عاملين لفنانين يعني أن أسامي فنية بالبلد يعني. فحبيت الشغل معها. هي فنانة تشكيلية وعندها عراقية هي وعندها نعم. تجربة ومعرفة بالتجربة اللبنانية. فهي حبت شغلي وأنا ارتحت بالشغل معها. نعم. وعملت المعرض. أي متى بلش المعرض؟ ب24 نيسان. ومستمر لأي متى؟ مستمر للأسبوع الجاي الثلاثة. للأسبوع الجاي بيقدر يشوفوا أعمالك بجاليري أرجوان ببير حسن. بير حسن. منطقة بير حسن. كم عمل معروض؟ في 43 عمل منوعين بين زيت وأكواريل يعني. حاليا عم بتعلمي. مظبوط. بنفس الوقت عم تقدري ترسمي. ببداية حديثنا فتات قلت أنه الرسامة بيتمتع بحرية تعبير ما لها حدود. يعني هيدي من المهن القليلة اللي بتخلي صاحبها بالفعل يشعر بالحرية المطلقة. قد ايه بتشعري بالحرية أنت وعم ترسمي؟ كتير يعني بحس حالي خلص بنسى كل شيء. يعني بكون عم بلون وما بعد ما حدا رح يقول لي هيك عم تعملي أو يعني بحس قد ما بدي بجرب وبحط ألوان وبجرب فوق أو بعيد وبغير. نعم. قد ما بدي بكون حرة بشغلي. إن أكثر مطرح أكيد بكون حرة فيه. نحن منقلك نيالك أنت من الأشخاص المحظوظين اللي بيقدروا يمارسوا مهنة بالفعل بحبوها وبيبرعوا فيها. نتمنى لك التوفيق ومنقلك مبروك على المعرض الجديد وانبسطنا بالحديث معك. شكرا لك فتاة بحمد. شكرا لك. وقفة قصيرة مشاهدينا ومتابع ما تبقى من حلقتنا.